اليوم كان فيه وقفة قوية من قيادتنا الرياضية وغير مستغربة، ممثلة بالأمير عبد العزيز بن تركي وزير الرياضة، كيف كان يواسي اللاعب عبد الإله المالكي بعد نهاية المباراة ورفع من معنوياته. وللأمانة أيضا مثل هذه اللقطة أو هذا الفيديو أيضا حقق انتشار واسع لأنه يستحق بالفعل. يعني تخيل رأس الهرم الرياضي يرفع من معنويات اللاعب اللي تسبب في الهدف الثاني بالنسبة للمنتخب البولندي، وهذا لا يلغي نجومية الكابتن عبد الإله المالكي اللي بالفعل قدم أداء رائع في هذه المباراة أو حتى في المباراة السابقة أمام الأرجنتين. نتابع هذه الوقفة. Thank you.